في مكان ما من هذا الكوكب وفي قارة إفريقيا وفي وسط غربها وفي جمهورية النيجر وفي عاصمتها نيامي يقع المقر الرئيسي لمجموعة الأمة. وما أدراك ما مجموعة الأمة؟ الأمة منظمة دعوية خيرية اجتماعية تعاونية ثقافية تعليمية وإنسانية، تعمل وفق قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في جمهورية النيجر، وقد اتسمت بالنادي منذ أيام تأسيسها عام 2007 إلى أن تكاثفت نشاطاتها في عام 2010 لتصبح بعدها مجموعة. وتتمثل الأهداف الأساسية لمنظمة الأمة الإسلامية في خدمة المجتمع وإعماره وتنميته، نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية، القيام بالأعمال الإنسانية والمشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع، معاونة الناس ومساعدة غير القادرين ليكونوا أكثر قدرة في نطاق أسرهم ومحيطهم، العمل على حل مشكلات الذين لا أسر لهم، إيجاد الأسر الكافلة والمحيط الصالح، بث روح الفضيلة وغرس المبادئ الدينية والوطنية والقومية في نفوس النشء وإعداده ليكون مؤمنا، المساهمة مع الجمعيات الخيرية المختصة في الارتقاء بالوضع الاقتصادي للمحتاجين من خلال إقامة بعض المشاريع الاستثمارية الصغيرة المشتركة والتي تساهم في تحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود، المساهمة في الارتقاء برسالة المسجد وذلك من خلال بناء وترميم وتأسيس المساجد وحفر الآبار السطحية والارتوازية وإنشاء المكتبات وإقامة حلقات تحفيز القرآن الكريم، المساهمة في تخفيف معاناة من يتعرضون للكوارث والأمراض وذلك من خلال تقديم الإغاثة العاجلة لهم بقدر الإمكان، الاهتمام بقطاع المرأة علميا وثقافيا وصحيا ودعويا، إقامة البرامج الثقافية والترفيهية في المناسبات الدينية وذلك في الإطار الديني والأخلاقي لإيجاد بديل للشباب المهتمين بالنوع الآخر هنا في النيجر، المساهمة في أنشطة الخير المختلفة الأخرى التي يقرها مجلس إدارة مؤسسة الأمة الإسلامية. تضم مجموعة الأمة منظمة الأمة الخيرية، الأمة شاريتي، مركز الأمة للتدريب، الأمة ترينينج سنتر، إذاعة الأمة، راديو الأمة. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكي نلبي حاجات المجتمع من خلال التعليم الديني، فتحنا مركز تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية للكبار، طبعا للفئة أو شريحة الطبقة المتوسطة من المجتمع من الموظفين وهذه الأشياء، وقد وفرنا كل ما يستدعي أو كل ما ينبغي أن نأتي به في هذا الإطار. مركز الأمة للتدريب، يمثل مركز الأمة للتدريب نقطة الانطلاق للبند التعليمي لمجموعة الأمة، وهو الخطوة الأولى بصرف النظر عن مساعداتها المادية لحلقات تحفيز القرآن الكريم والمدارس الأهلية. تأسس هذا المركز منذ ما يناهز سنة واحدة، ويستقبل منذ نعومة أظفاره الطلاب من كل طبقات المجتمع رجال ونساء، حتى أصبح عدد طلابه أكثر من 380 طالب موزعون حسب رغباتهم بين أقسامه الثلاثة، والتي هي قسم اللغة العربية لغير الناطقين بها، قسم الدراسات الإسلامية، قسم تحفيز القرآن الكريم. وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين.
إياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين. يشترط عند التسجيل رسومات رمزية يستعان بها في تسيير المركز وباقي نشاطات مجموعة الأمة. حي على الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. سو كيفو حي على الصلاة ولا وين متي مرش على المكا. أشهد أن لا إله إلا الله. سنويا تحيي مجموعة الأمة دورات صيفية ومخيمات لطلاب المدارس الحكومية لكل الأعمار، متمثلة في ثلاث مجموعات: مجموعة البراعم من سن الثالثة حتى السابعة، مجموعة الناشئة من سن الثامنة حتى الخامسة عشر، مجموعة الفتية من سن السادسة عشر حتى الخمس وعشرين. يقدر عدد المشاركين بالعشرات. وننظم كذلك مسابقات قرآنية في كل المواسم، مثلا في رمضان، في شهر رمضان، وكذلك مسابقات في الهدي النبوي طبعا في الأحاديث، ومسابقات ثقافية، كما أيضا نقيم دورات لطلاب أو للذين يدرسون اللغة الفرنسية، ونحاول أن يكون لنا دور فعال في كل القطاعات يعني الحكومية، ونحاول أن نعطي الإسلام نوع من بروز في بعض المنتديات الحكومية، وحتى أصبحنا والحمد لله عبارة عن مرجع إسلامي من حيث الثقافات ومن حيث الانفتاح ومن حيث يعني التعامل مع الآخر. ونقيم أيضا ندوات ومنتديات في كل شهر، كما أن لنا عدة قوافل دعوية وطبية وقوافل توعية في المدن والقرى، وطبعا نقوم بتوعية الناس ونعلمهم. المركز التجاري. لدينا مركز تجاري، وهذا المركز التجاري نبيع فيه المنتجات الإسلامية مثل الإلكترونيات الإسلامية، وكذلك الملابس والحجاب والعباء وكل ما أشبه ذلك، وكتيبات مترجمة باللغات المحلية أو باللغة الفرنسية للذين يحتاجون. هذا المحل ورغم تواضعه مهم جدا لكونه الفريد من نوعه والفذ في تخصصه الإسلامي في الطب النبوي والأعشاب والإلكترونيات الإسلامية والتسجيلات الإسلامية والكتيبات في فقه العبادات والعقيدة الإسلامية وغيرها، ويتوافد إليه الزبائن من كل حدب وصوب بين الفينة والأخرى، وهو من أهم المصادر المالية لمجموعة الأمة، وتصدر بضائعه من الدول العربية والصين لتباع بثمن متميز يتماشى وطبيعة حياة مجتمع يعيش بأقل من دولار في اليوم. ومن عظيم فضل الله علينا أن جعل الإذاعة أسرع الوسائل التي تستخدم للدعوة إلى الله في كثير من المجتمعات، وقد يكون تأثيرها في المجتمع النيجري أسهل وأسرع من أي وسيلة أخرى، نظرا لبخاسة ثمن الراديو ولأنه يتماشى وطبيعة أشغال السواد الأعظم من الشعب. وقد أثبتت التجربة أن لصداه مدى بعيدا ونفاذا سريعا إلى الأعماق وتأثيرا قويا في الأوساط، ولذلك انتدبت مجموعة الأمة لهذا المشروع البعيد الأثر. ولما كانت الآلات والأدوات المطلوبة والتي تكون طاقما إذاعيا متكاملا غالية بطبيعتها، والمجموعة إذ انتدبت لهذا المشروع لا تملك إلا الإرادة القوية والقرار الشجاع ورصيد متواضع لا يغطي كل تكاليف الإذاعة كما ينبغي ويعوزها الكثير. وحتى لا تنكسر الهمم وتنفذ العزيمة حيال المشروع، رأت أن تنطلق بمحطتها الرئيسية في العاصمة نيامي، أملا في أن تفتح المحطات الـ11 الأخرى خلال هذه السنة
2012 بما تضره الإذاعة عليها من مال أو الدعم الخارجي. هنا على طبيعة الحال رغم أن المسلمين يمثلون هنا في النيجر 99%، فهنالك إذاعات نصرانية تبث برامجها بالقيم والمبادئ النصرانية، ولم تكن هنالك قبل الأمة أي إذاعة إسلامية بحتة 100%. وطبعا نحن بحول الله وقوته فكرنا في هذا المشروع ودخلنا فيه بصرف النظر عن العقبات التي واجهتنا، والحمد لله نحن انتصرنا إليها والحمد لله. ومع انقطاع المساعدات وهذه الأشياء والعراقيل التي تحاول بعض الجهات أن تفرضها علينا، نحن استطعنا أن ننجح وأن نبقى حتى الآن والحمد لله. ورغم أن هذه الإذاعات تتلقى مساعدات وتتلقى دعم وتغيير وأجهزة قوية البث وهذه الأشياء، وإلا أنه والحمد لله نحن نسيطر على الأجواء. لماذا؟ لأننا نحن في بيوتنا ونحن في مجتمعاتنا ونحن في دولتنا ونحن نعيش في أمتنا ونبث البرامج حسب مبادئ هذه الأمة، وهو القرآن والسنة والإجماع وعلى فهم السلف الصالح. ونحن من يحكم على الطرق وكل الإذاعات هنا في النيجر، لأننا نحن من يبث روح الفضيلة، ونحن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ومن يدعو إلى الخير. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأشغالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يلهمنا الصواب ويجنبنا الأخطاء، إنه ولي التوفيق والقادر عليه.